إن لله وإنا إليه راجعون. فعلا لله ما أعطى ولله ما أخذ، صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقكم يزك على الحيوانات بالعقل باش تلقى الحل وتخرج راسك من الورطة ومن المشاكل. منين كتبدا تعاود هاد الجملة ديما كتبدا كتعاودها كتقول لله ما أخذ، لله ما أعطى ولله ما أخذ، بحال إلا كتلوم الله سبحانه وتعالى، تلقي باللوم على الله سبحانه وتعالى. هو اللي قال لك سير ودخل البار وحل البيرة وشرب الشراب وركب في الطونوبيل وسير ب 160 ودخل في الشجرة. ربي قال ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير انا اخوتي المغاربة؟ هانيين بخير، الصحة مزيان، كنتمنى كل شيء يكون بخير، والله يرحم عود من جديد هادو اللي ماتوا مساكن. إلا في خباركم الحادثة ديال السير اللي وقعت في الدار البيضاء اللي كان البيك كيدير فيها واحد الفيديو كليب مع الأصدقاء ديالو، حتى دخلت فيهم واحد الطونوبيل تيغوان بيضاء كانت جاية قالك بسرعة ديال 160 في الكونتور لأن البولفار طويل، وكان هو مكسيري حيت سكران وهربت به الطونوبيل. وبحال العادة عاود خرجوا المغاربة، ماشي كلهم، شي وحدين ومنهم شي بعض المنابر الإعلامية الله يهديهم، حيت حنا هنايا كيبقى فينا الحال وكنجيو كنعطيو حلول واقتراحات، كنقولوا المشكل منين جا، ماشي غير كنخرجوا كنقولوا لله ما أخذ لله ما أعطى، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا الشيء اللي عطى الله. كنخرجوا باش نعطيو الناس حلول ونقولوا لهم المشكل منين جا وعلاش وكيفاش والمسببات. هذا الشيء علاش أنا حليت أنايا هذه القناة هذه، باش ننور الناس، باش ننوروا الشباب ونوعيوهم باش يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على المحرمات. تنوير المجتمع، ماشي غير كنخرج هنايا كنصور وكنقول ان الله وانا اليه راجعون وكنحط الفيديو وكنمشي بحالتي. لذا انا هذا النهار جيت باش نعطيكم الاسباب والمسببات ونعطي بحال العاده الحلول. منين كتمشي وكتحل الكاميرا ديالك وكتمشي تصور، ولا كنتي صحفي هذه مسؤوليه ملقات على عاتقك، سافودي خصك تعطي للناس شي حاجه صحيحه، ماشي مغالطات، ماشي مغالطات، خصك تخرج وتعطي للناس. وهادو منابر اعلاميه معروفه، واحد قال لك كانوا كيصوروا فيديو كليب، وواحد اخر بار اكزومبل اللي خرج ويقول كانوا كيصوروا فيلم قصير، يعني البيك هو مغني ديال الراب رابور وعاود ولا كيمثل، الناس ما كيفهموش فوقاش هو البيك، يعني دخل الميدان ديال التمثيل، حيت حنا في المغرب عندنا داك الشيء يعني ما تفهم والو، ما تفهم والو وشي وحدين الله يهديهم على راسهم، راه حشومه وعيب، حنا مسلمين، حشومه تكتب في التيتر بان البيك مات، وتقدر مثلا شي واحد من العائله ديالو يدخل مسكين يشوف داك لو تيتر ويقدر مسكين يكون مريض بالقلب ولا يوقع له شي كريس كاردياك، حشومه عيب وعار. جيت هذا النهار ان شاء الله والله يقدرني على فعل الخير وتنوير المجتمع لكي نخرج بالمغرب الى بر الى امان من هذه المشاكل اللي يسر لك يوقعوا له، باش نشرح لكم بعض المسائل اللي الناس ما تطرقولهاش، حيت الناس كيهضروا غير على جايب 160 في السرعه وتيغوان بيضاء ودخلت في الناس قتلتهم، وان لله وانا اليه راجعون، ولله ما اعطى ولله ما اخذ، هذا الشيء هذا كيعرفوه المغاربه. خرجوا قول لهم شواقع وكيفاش وعلاش. المشكل خصك تهضر على المشكل، تعالج المشكل باش ما يوقعوش لي زاكسيدون وما يوقعوش المشاكل ديال القتل. تطرق المشاكل منين جا هذا الشيء، لا سورس، منين هاد المشاكل كيجيو. انا هكا كنت في ديك البلاصه فين صور دومبيك، وكان كنت انا تما حيت هو فين صور، صور في واحد البلاصه كانت تما بلديه مسؤوله على ديك البلاصه، كاين العماله، ربعه العماله تشكوا في الدار البيضاء، وكاينين بلديات وكاين رؤساء ديال البلديه. سافو دير انت ملي كتمشي كتصور واحد الفيديو كليب في واحد الحي، هذه اللي هاد التساؤل، هذا الشيء اللي انا ما بغيتش نفهم، لا كيستيون كي سوبو، السؤال الذي يطرحه نفسه. البيك مشى كيصور في ديك البلاصه، واش خدا شي رخصه من رئيس البلديه انه غيدير فيديو كليب تما؟ خدا الرخصه. منين كتاخذ الرخصه مكتوب فيها لا دات والساعه فوقاش غتكون في ديك البلاصه باش دير تصور داك الفيديو كليب ديالك ولا الفيلم القصير الى البلديه سنات، يعني دارت الكاشي، يعني انك من حقك انك تمشي تصور تماك، عطاوك يعني لوتوريزاسيون البلديه باش دير فيلم قصير في شي بلاصه. انا جايكم الطريق باش نفهمكم حتى بعد، باش عارف حنا يعني كنتخبطوا في العشوائيه، داكشي باش كيوقعوا المشاكل ديال القتل، المشاكل ديال لي زاكسيدون. خصو رئيس البلديه يعطي لوتوريزاسيون، ومني كيعطيك لوتوريزاسيون ديك البلاصه فين تصور قبل منها مثلا بواحد 500 متر مثلا ولا
كيديروا دي بارير ولا كيديروا شي بلاصه البلديه اللي كتمشي كدير لي بارير تماك وكدير داك السكوتش الاحمر والبيض هذاك اللي كيقولوا له داك لا سيباراسيون اللي كيديروا داك البوليس سيونتيفيك الا لاحظتوا الحاجز باش الناس كيشوفوا من البعيد. لان في المغرب انا لاحظت كنتخبطوا في العشوائيه ملي كيوقع شي واحد اون بان في الطريق كيوقع في لوتوروت وكيبقى في الطوموبيل ديالو في لوتوروت راه غيدخل فيك رموك خصك تخرج تفوت الحاجز ديال الحديد وخصك دير لي تريونغل على بعد شكوا 30 متر تريونغل كيسنيكم كوم الناس اللي جايين في الطريق من البعيد يشوفوا. هذا هو اللي هادو هما المشاكل خصنا نطرقوا للمشاكل كيفاش توقعت لاكسيدون ماشي راه جايب 160 كان سكران اون بليس دو سا ما قلتوش شكون هو كتهضروا غير على التيغوان غير التيغوان حنا غردنا غير بالطوموبيل الطوموبيل البيضاء تيغوان البيضاء شنو نديروا حنا بالطوموبيل الطوموبيل هي اللي مشات لتما دخلت في دوك الناس ولا السيد اللي كان سايقها واللي سايقها اللي دخل في الناس الطوموبيل هي بريئه شكون هو هذاك السيد ما قلتوش شكون راه شكون هو هذاك ولد من وشكون وجاي سكران يعني وما كاينش البوليس بار اكزومبل اللي كيقلبوا مثلا في الطريق في الليل كيحبسوا كيكونتروليو الناس وكيديروا لك ديك لاباراي كتسيفلي فيها باش نشوفوك واش يعني واش سكران ولا كامل حشيش ولا يعني واش عندك قدره ان يعني الدماغ ديالك كيتحمل باش انك تقدر تسوق واحد السياره بكامل قواك العقليه كي كنقولوا. الدومبيغ هو المسؤول تماك هو المسؤول على دوك الناس اللي ماتوا حيت هو اللي كي كنقولوا الديريكتور المدير هو المسؤول تما دومبيغ هو المدير باينه هو الباترون دومبيغ هو اللي داك الفيلم قصير ولا داك الفيديو كليب راه ديال دومبيغ دونك هو دوك الناس اللي كيخدموا معاه راه هو مسؤول عليهم. فين هي الاخر لا سيكوريتي ما دارهاش خصو مثلا يدير لداك الاخر يدير لي بارير يطلبها من رئيس البلديه وكان كاع ما وقع داك الحديث وما يموتوش دوك الناس حيت حنا ديما كنلقيو باللوم على الله سبحانه وتعالى كتب لهم الله يموتوا تماك هادشي اللي عطى الله. علاش اخوتي المغاربه الا كنتو كتلاحظوا من كيجيو ممثلين ومخرجين امريكيين وراكم عارفين المغرب كيجيو يمثلوا افلام تماكم يمثلوا في الدار البيضاء وفي الاحياء الشعبيه افلام ديال لاغير افلام ديال كذا منين كيجيو هذوك اللي كيقوموا بعمليه التصوير اللي كيكون مثلا جالس هكا في الكرسي ديالو كيصور دونك فيكس في واحد البلاصه يقدر اي واحد يجي يدخل فيه يقتلو. كتلاحظوا بان راه كاين لا سيكوريتي كاينين لي ديزاجون دي سيكوريتي خدامين معاهم اللي كيحديو دايرين دي بارير وداك الحي ما تدخلوش لان ما داك الممثل الامريكي جاي لتما ماشي باش يعطي الروح ديالو يموت تما جاي يمثل فيلم ولا جاي يموت. دونك هما الناس ديال الغرب كيانسيستيو بزاف على هادشي ديال لا سيكوريتي اللي ما حنايا ما كنردولوش البال. ولا لاحظتوا فاش جا البوليس البلاصه ديال الحادث فين ماتوا هادو فين ماتوا هادو اللي كانوا مع البيك الله يرحمهم ساكن الا لاحظتوا عاد داروا السكوتش اللي قلت لكم دلا سيبيراسيون اللي كيديروا داك البوليس الشرطه العلميه. حنا حتى ماتوا الاخرين عاد جينا درنا الحاجز ودرنا كذا خصو يتدار الحاجز على البيك قبل ما يوقع المشكل وقبل ما يكون كان درتي داك المسائل القانونيه ديالك ولا سيكوريتي والله ما يموتوا هادو لان الله سبحانه وتعالى ميز الانسان على الحيوان بالعقل. الحيوان هو اللي مثلا نقولوا الا مشى لشي بلاصه ما عندوش عقل مسكين جلس هو دابه جلس في شي بلاصه دخل فيه كاميو ما نقولوش ولا كان عليه ما يجلس تما هو ما عارفش مسكين. ولكن الانسان اللي عنده عقل راه كيمشي مثلا شي بلاصه لشي شجره يجلس فيها باريكزوم الا مشيتي جلستي باريكزوم تحت شي شجره واش ما كديرش عاد تشوف واش العروش مهرسين ولا يطيح عليك شي عرش غير كتمشي وكتجلس. هادشي اللي طرا لبيك مشى وصور وصورش المغرب اصاحبي كتمشيو تصوروا نتوما في حي الشعبي ما كاين لا سيكوريتي لا والو غير كتمشيو تصور تما والكاميو الدلاح داخل يدخل فيك يعني هادشي هذا ما كيدخليش انا للدماغ. علاش قلت لكم ما كيشفيوليش الغالي ملي كيخرجوا يهضروا اصاحبي دوك الصحافه ولا الناس كيخرجوا كيهضروا على مسائل تافهه لله ما اخذ لله ما اعطى ان لله وان اليه راجعون. كانوا مساكن جا واحد تيغوان بيضاء دخلت فيهم كانت جايه ب 160 وانتهى الخبر. اعطينا الحل انا الحل شنو هو اللي انا جاي راه قلت لكم نيت الا لاحظتوا معايا ملي كنت كنهضر ديال لا سيكوريتي ديال خصو يمشي ياخذ لوتوريزاسيون من رئيس البلديه. رئيس البلديه في ديك البلاصه مسؤول حتى هو على الحديث لان ما هو مشى صور تما واش كاين السيبه تمشيو تحت لواحد الملك عمومي تصور فيه فيديو كليب شكون عطاك لوتوريزاسيون؟ رئيس البلديه علاش ما جاش تما لموقع الحدث تقول له اش كدير اسيدي كتصور هنا خديتي لوتوريزاسيون من البلديه؟ انا ما فهمتش كيفاش كتم هذه العمليه ديال التصوير ما فهمتش. ما انا كنعرف القانون وهو انك خصك تاخذ لوتوريزاسيون وكيخص يجيو الناس ديال البلديه يديروا لي بارير عن بعد 500 متر ولا شي با كيلومتر ديك الحي الناس ما كيدخلولوش واحد الفتره اللي كتكون كتصور فيها انت. كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه. بحال العاده راه كاينين الناس كيدخلوا كيشوفوني كنحبكم بزاف كما كتحبوني
كنهضروا بصدق مع الناس وبحرقه، ما كنبغيوش المشاكل يوقعوا ديما في المغرب. راه كاينين الناس بزاف كيدخلوا كيشوفونا مرحبا بهم عند هذا العبد الضعيف، ولكن ما كيديروش ابوني، ما كيديروش ابوني. خصكم الا كنتو كتحبوا شي واحد خصكم تدخلوا عنده، بحال الا دخلتوا عندي لداري مرحبا بكم. هادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الرساله هادي توصل ان شاء الله لبيك ويسمع هاد الهضره ديالي وطريت مزيان، يعني يرد البال لهادشي اللي كنقول باش مستقبلا ما يوقعوش حوادث اخرى. عطيت دابا الداء والدواء، كنتمنى لكم كل خير، نهار سعيد، تهلاو لي فراسكم، تشاو تشاو تشاو.